مزيلة بجيخت مريض كي يتوقف لي معك بالقلب مريض ومكن مسكين مكي يطلع ما فيه هوا والله يزازيكم بخير مرض عدو بحلي عدو السترفية يعاني بالحلب ديالة كنا دوقزنا ليه وداك الشي مقدرش يدينا عشان مطريب كان ديو عنا كنا عندك القلب عندك دوك الشلن ديو القلب هذا عندي الحساسية كي يتوقف كي يتنخم بزاف طبعا عراض عدو داك القلب ديال القلب ديالة كيسخف بزاف وما كيطلع الدرج ما كيطلعش لحكا حنا ساكنين في كاتران البيت في السطح طب واحد فقط الراجل راه مزيد عليه الحال بزاف انا اختي كريم وحابو مولطر عندنا دوك عام ونص حتى كيسنى الكرا وعندنا بلي فراغ هادي ولد واحد كان خدام بركوم الخدمه بدا في العسه والعسه بحال ما عسك عند البارح بيت مريض لينا لكن عندي السيطه لازانس في الليل بيت موقف لينا مريض بزاف دابا دار بحال عسيه الدري في بلاص داك الدري اللي بارك من الخدمه الله يجازيكم بخير تعاونوا معنا المحسنين باش يا بالقليل يا بالكثير ترحم الوالد راجل ما راجلي مريض موقف ليا بالقلب اجي كان السطح نبقات في السطح كان في الكاتريام ما بقاش قال لي يطلع ليا في السطح ناصر محمد وكل مشاكل عاش مشاكل دابا كبرتو ما بقاش اللي يجري عليا ما بقاش اللي يخدم عليا الدراري ما خدامينش كان خدام بالمطار خرجوا مشى معايا الصغير كان خدام بالمطار 8 سنين خرجوا لي من المطار ملي مشى معايا السبيطار خرجوا انا كارديان 37 سنة وانا كارديان في الشارع ودابا عييت لا اله الا الله محمد رسول الله ما تنقدرش نطلع مع الدروج كاع الا ما ريحت ونطلع بيت في السطاح في الكاتريال ما عنديش باش نمشي نداوي راسي في الطبيب الامكانية ما كايناش الامكانية ما كايناش باش نداوي راسي ونطلب من المحسنين اللي هو مؤمن يعاوننا